الراديو 90-90 هواها مصر. خلينا نبدأ كده بأول فقرة وهي معلومة صح بس. أرجع أقول تاني أحسن طريقة للمساعدة على إنقاص الوزن طبعاً إن إحنا ما نتعشاش أو نسكيب يعني وجبة العشاء وننام على طول. أكيد معلومة صح بس إيه يا أمينة؟ بس كمان لازم نركز في وجبة الفطار والغدا والأكل اللي بناكله طول النهار. بمعنى إن أنا أوكي لو ما تعشتش بالليل حلو جداً، لكن فطرت ايه، اتغديت ايه، اكلت ايه ما بين الوجبات، لازم احسب السعرات الحراريه. يعني في ناس كتيره تيجي تقول لي والله يا امينه انا ما بتعشاش، انا مش عارفه ليه ما بنقص على الميزان، او والله انا مش بتعشى لكن انا بزيد. ما ممكن يحصل عدم العشاء بالليل حاجه جميله جدا، لان طبعا نسبه الحرق عندنا بتقل، وفي ناس كتيره كمان بتعشى وتنام. اوكي، فطبعا ممكن يزيد في الوزن، او اللي عايزه تخس ما تخسش، لكن كمان لازم اركز انا فطرت ايه واتغديت ايه واكلت ايه، لان ممكن اكون عديت السعرات الحراريه بتاعتي فبالتالي هتخن، او اكلت السعرات اللي محتاجاها جسمي فبالتالي لا هتخن ولا هخس. فما هوش قصه بس ان انا ما اتعشاش بالليل ده ساحر، فاي واحده ما اتعشاش بالليل فكده هتخس، لا، لازم ارجع اقول تاني نركز في السعرات الحراريه اللي احنا بناكلها طول النهار، نركز في الفطار اكلت قد ايه، الغداء اكلت قد ايه، ما بين الوجبات، الناس في الجامعه، في الشغل، كوبايه الشاي، النسكافيه، العصير اللي شربتيه. لكن ارجع اقول تاني طبعا عدم تناول وجبه العشاء بتساعد جدا، بس كمان لو ركزنا فطار وغداء اكلنا ايه. وارجع اقول تاني يا جماعه احسن طريقه للتخسيس ان احنا نحسب السعرات الحراريه بتاعتنا، صدقوني مش هتتحرمي من حاجة، وفي نفس الوقت لو ركزتي وأكلتي الأكل صح أكيد هتخسي. نطلع فاصل ولسه مكملين، وجمالك في إيد أمينة.